يمر انا اتفقت ويا وصال تحكي ويا الدكتوره وهيبه واليوم تفاتحها بالموضوع. وليش دكتوره وهيبه شو تعود لها؟ يماني لازم اقول لك ترى ببيتها الدكتوره وهيبه هي بمثابه امها الوصال ربتها من كانت صغيره وهي بالقماط وحتى ما حد يعرف اهلها منين. تمن كل عقلك؟ ماشي ماشي انا قلت اخابرك يعني عبالي تعرفين شي عنها. زين تمام تمام يلا مع السلامه. معقوله سحر لها علاقه؟ هاي مو اول مره تصير لي مشكله من وراها. يوم جماعه الطليق ويوم على اساس خواله. لا واليوم تطلع لي بسالفه مهيدي وهسه امي اختفت. ادري ايش دا يصير. انا احب هالوصال عسى ما طالعه من فتره الحائط. يما انت ما صدقتني احنا اهلها وراح نصير اهل. حبيبه قلبي يما لو تعرفين ايش قد احب هالوصال وهي قطعه من روحي وان شاء الله اتزوجها وتصير شريكه حياتي. تدري احكي لك الصدق انا اول ما شفت هالبنيه دخلت قلبي فد احبها. حبتها مباشر من الزواج انا وصار تصير العمه وتشني وصوت كان واصل السابع جاء. لا لا وحياتك تصير بنتي واحطها بعيوني. يمه اصلا انت لو ما حابه الموضوع انا ولا افكر بي. هو ايش عنده غيرك؟ هي بس هل ام محمود هاي الوحده وداعتك. اموت عليك والله بس. وهاي بالتلوادم بذكرها. الو روح الروح روح محمود مسافه الطريق وجايك بس ابدل. بعد روحتي مو وين رايح؟ اروح لك فدوى انت روحتي. يما الله يسعدك ويهنيك انت وياها يا رب وفرحني بيك.